استاذ اذا بتريد قلنا وقف شوي. استاذ قلنا لو سمحت. استاذ انت رح تتزوج البنت اللي اسمها ماهيرا كانا بنهايه تشرين الثاني. ايه انا رح اتزوجها لماهيرا كانا. صار لازم روح، تاخرت اختي. ما كنت مفكره ابدا ان اوكاران رح يعترف بزواجنا أو إنه رح يجي لهون وياخدني معه، بس كمان ما كنت مفكرة أبداً إنه هو رح يتزوج من بنت تانية وإني رح أعرف هذا الشيء من الأخبار أو حتى من الجرايد. الزواج التزام لمدى الحياة، بس أنت عملت منه مسخرة. ما بهمك أي شيء، وبالنسبة لإلك حياتي عبارة عن مسخرة مو أكثر. روح اعملي اللي بدك اياه، روح اتزوج مين ما بدك، وانا مو فارق معي ابدا. مريتا شوفي. شفتي ماهيرة طالعة بشعة بالصورة، وبتعرفي مين الأبشع؟ هداك التاني كاران لوترا، صح؟ مو فارق معي كيف طالعين، أنا ما دخلني أبداً، ما دخلني بهالموضوع أصلاً. خلص كاران هلأ رح يتزوج، ماني زعلانة من هالشي. الحقيقة أنا مبسوطة، هلأ رح كمل حياتي مثل ما أنا بدي. أنا رح غير أوعيي، صار لازم روح على الشغل. تعي قولي لي شو ألبس اليوم؟ هذا الجو كتير غريب، لا في برد ولا في شوب، غريب كتير هالجو. بس بتعرفي؟ حلو التغيير، شوي شوب وشوي برد، حلوة الحياة هيك. شوفي لازم هيك نحكي بهي الشغلات اللي بتهمنا واللي بتتعلق بحياتنا، لأنه حياتنا أهم من كل شيء. نحنا ما دخلنا بهدول العالم، ما لهم مهمين بالنسبة لإلنا، ما في فايدة من الحكي بسيرتهم، صح؟ عم تفهميني؟ إيه عم بفهم، أكيد عم بفهم أختي. أنا فهمانة عليك منيح، وبعرف شو عم تخبي علي. عم تمثلي انك مالك موجوعة ابدا، بس بعرف انك عم تكذبي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.